عن الموقف التركي المتعلق بهذه المعركة. ينضم إلي من إسطنبول مراسل اي 24 نيوز أبو بكر إبراهيم أوغلو. أهلا بك أبو بكر معنا. إذن أبو بكر، بعد تصريحات رئيس الشباك بالأمس رونين بار، الاستخبارات التركية تحذر إسرائيل من المساس بقادة حماس على أراضيها، لتطلعنا على الموقف التركي المتعلق بهذا وأبرز ردود الفعل على تصريحات رئيس الشباك. نعم لورين، تلقت الإدارة التركية هنا ما قاله رئيس الشباك رونين أمس من تصريحات أقيل أنها تسريبات حول إمكانية أن تصل الأيادي الإسرائيلية إلى أعناصر قيادات حماس في الخارج، وخاصة منهم دولة قطر ولبنان وتركيا. لكن تركيا لم تفوت هذه التصريحات، وجاءت اليوم بتصريحات من الاستخبارات التركية رأسا إلى وكالة الأناضول، هي الوكالة الرسمية التركية، بأن مثل هذه التصريحات لها إذا تم تنفيذها فلها عواقب وخيمة، وأن تركيا لن تسمح بأي نشاط تقوم به أجهزة الاستخبارات الخارجية داخل الأراضي التركية. يجب أيضا أن نذكر لورين أن هذه لم تكن الواقعة الأولى، نحن نتحدث عن العام الماضي فقط قرابة 3 عمليات التي قامت بها مخابرات تركية لكشف خلايا تابعة للموساد تعمل على الأراضي التركية. نذكر منها في خصوص القضية الفلسطينية تحديدا في ديسمبر من العام الماضي، حيث تم القبض على قرابة 44 شخصا كانوا مكلفين من الموساد وفقا لوسائل الإعلام التركية التي أذاعت الخبر نقلا عن الاستخبارات التركية. 44 شخصا كانوا يقومون بجمع معلومات عن مؤسسات فلسطينية قائمة في تركيا، مؤسسات وأشخاص غير حكوميين كانت تتابع هذه الخلية أنشطتهم، ورغم استخدام هذه الخلية وفقا للمصادر التركية لتقنيات حديثة للتتبع والتجسس واختراق الهواتف للشخصيات الفلسطينية، إلا أن المخابرات التركية ألقت القبض عليهم جميعا وأعلنت عن ذلك. كان أيضا لكن لم يكن هناك أي رد فعل يمكن القول من قبل تركيا على هذه التحركات. لا، تركيا هي التي قامت بالقبض على هذه الخلايا، لكن لا أتحدث عن خطوات السعودية تجاه إسرائيل أقصد بهذا. نعم، لم تكن هناك خطوات تصعيدية نظرا لوجود طبعا تعاون أمني معروف ومعلن ما بين المخابرات التركية والموساد والأجهزة الأمنية في البلدين. يعني يصرح غالبا من هناك يعني تعاون أمني بين الاثنين. لكن كانت هناك فترة أيضا أرادت إسرائيل أن تصل إلى قيادات إيرانية عند زيارتها إلى تركيا، وأحبط أيضا الجهاز الاستخبارات التركي هذه المحاولات، وأخبر الجميع الجانبين أن المعركة التي تدور ما بين إسرائيل وبين إيران يجب أن لا تقع على الأراضي التركية، ويجب أن تكون الأراضي التركية بعيدة عن تصفية الحسابات. وأعتقد أن مثل هذه العملية أيضا هناك فيها تحذير، رغم أن القائد الشباك الإسرائيلي قال أن هذا سوف يكون على المدى الطويل ولم يحدد هذا بهذه الأيام محددا، لكن أراد الأتراك أيضا أن يعبروا أن هذا أيضا لن يمر نظرا للقبض على خلايا أو خاصة وأنه الرئيس التركي أردوغان مستمر في تصعيد لهجته عبر تصريحاته المستمرة ضد إسرائيل بسبب ما يجري داخل قطاع غزة. نعم لورين، حتى اليوم كان هناك تصريحات مشددة اتجاه إسرائيل، ويتحدث عن تكتل دولي من أجل ملاحقة قادة إسرائيل كمجرمي حرب في المحاكم الدولية. نعم بالفعل، ونكتفي بهذا القدر. مراسلنا في إسطنبول أبو بكر إبراهيم أوغلو، شكرا جزيلا لك.